بين غياب أدنى الشروط التنظيمية والقانونية للمعارض الاقتصادية والتجارية، إلا أنها تبقى بنظر الكثير من المواطنين الفضاء الوحيد الذي يتجدد كل عام، ومع الدخول المدرسي بوجه خاص بالنظر إلى أسعارها التنافسية. في الجزائر العاصمة وكغيرها من المدن، لا تكاد تخلو بلدية أو حي من هكذا فضاءات، وفي أماكن لا يتوفر البعض منها عن شروط النشاط التجاري، فضلا على غياب مرافق تعود أكثر من الضرورة، خصوصا في أجواء صيفية حارة. الخيمة العملاقة، هكذا تحولت تسميات المعارض الاقتصادية والتجارية في الجزائر بعدما كانت تعرف بالبرادري، أين تشهد هذه المواقع حركية تجارية متميزة ومختلفة. وللوقوف عن قرب لما تنفرد به هذه المعارض، كاميرا تلفزيون نوميديا تجولت بين ممرات الخيمات التجارية ببعض البلديات لتنقل الوجه الحقيقي لهذه الخيمة. وجودنا باش ثم جاي لونطري سكولر، هي جبنا سلعة عندنا هنا باش نعرضوها وأسعار معقولة، جد معقولة. هو يختار الأكثرية السلعة اللي تجي من الخارج، سلعة أجنبية اللي تجي من الخارج هو اللي يختارها بكثرة. سبب هو في الدهن تاعو يقول لك النوعية تاعها جيدة. احنا نخدموا في لافور، هذا عندنا لي بري معقولين، كامل لي بري معقولين، أدوات مدرسية، قش نساء، قش رجال، عندنا صالوات ببري معقول. البري اللي كاين برا والبري اللي في لافوار ماشي كيف كيف، عندنا بري معقول بزاف. احنا تجار نمشوا على 48 ولايه، كل ولايه نصطالوا فيها 15 يوم بترخيص من البلديه، وتجاره تاعنا متنوعه فيها عده انواع من السلع، والسلع هذه معروضه للبيع باسعار في متناول الجميع. فيها ألبسة الأطفال، فيها كما راكي تشوفي الأواني منزلية، فيها أواني تقليدية، فيها حلي، فيها عدة أنواع من السلع. والحمد لله لقينا إقبال كبير من عند المواطن وترحيب ثاني من المواطنين. في أي بلدية في أي ولاية نزورها نلقاو ترحيب بين المواطنين ويشجعونا على الأمر هذا. الغالب على رفوف المعارض التجارية أو الخيمة العملاقة الأغراض المنزلية، الألبسة ومستلزمات التمدرس التي يطغى عليها المنتوج المحلي. السلعة الأجنبية راهي داخلة كما يقولوا بورتو، والمحلية عليها ما يشروهاش ما نعرف، بورتو محلية والسلعة تاعنا وبري شباب وما يشروهاش. الجودة بالك 200% بالك خير منها، خير من الأوروب. أسعار جد مخفضة، لا بأس، معقولة، كل واحد ومقدوره، كاين اللي يحب المحلي كاين اللي يحب الأجنبي، لا حتى ولو السعر مرتفع، مهم الجودة، حاجة مليحة يشرب. كاين بزاف صوالح شابين بزاف، يعني حاجة اللي يسحقها المواطن ولا المرأة ولا السيد ولا يلقى كلش لهنا، دراري صغار ملاح كيما هنا كيما برا، يعني ما كاش فرق بيناتهم. ما كاش فرق كما هنا كما طحي فوق المرشي كما تحتو هذا كما باب الواه كاع كيف كيف. المعارض هادو ما هما يطوروهم بزاف، عمرو طار بزاف. اي منتوجات هايلين، يعني هل كاين كاع المستلزمات اللي يحتاجها المواطن؟ كاين كلش هنا، صافي واحد وش يسحق شغل، الناس يتعاملوا معك مليح. وبالنسبه للاسعار واش راح تجي؟ لاباس مليح، معقوله. واحد شغل كيعود العفسه راح يشايت حتى من لمنا غاليه رخيصه. يرى الكثير من المتسوقين أن أسعار السلع بمختلف أصنافها وأنواعها تشهد تخفيضات من 30% إلى 50%، وهي كلمة سر استقطاب المواطنين. فيها كل شيء، فيها كل شيء الإنسان، الحاجة اللي يحتاجها راهي متوفرة. بالنسبة للأسعار تقريبا تخفيضات 30%، هذا بمناسبة حلول المدرسي. احنا كي ننظموا المعارض هذو على جال المواطنين باش يكون عندهم كل شيء، وننظموا لهم على جال الاسعار هذه، سورتو الاسعار بيسكبر على بالك باللي راهي الحاله راهي ممطوط. كاين منتوجات لي برا ما كاش غير لي سوسيتي عندهم، احنا عندنا شركه سوريه، كاين بزاف شركات يخدموا معنا، كاين منتوجات اللي يجيبوهم من الهيه لهنا. و ثاني على اسمه لو بري تاع السلع هذوما يكون منخفض
بالك حتى 30 50% مثلا حاجه برا تسوى 100 هنا يصيبها ب 50. عليها عندنا اقبال كبير، المواطنين يفرحوا بالمعارض هذوما، وحنا تاني رانا معاهم. القائمون على هكذا معارض وبالرغم استحسان المبادرة إلا أن الامتعاض من العراقيل وعدم تعاطي الجهات المسؤولة بالإيجاب تبقى العلامة البارزة في المعارض الاقتصادية والتجارية. بينا نتواصل على المعارض بس كاين واحد المشاكل تاع لي زارغانيزاتور اللي نظموا الخيمة هذه، عندهم شوية مشاكل مع الدولة. باش يعطي لك بلاصة ولا باش يكري لك بلاصة لازم لك دراهم ولازم لك رشوة ولازم لك بزاف صوالح، هذه اللي يتعرقل فيها الدولة. سبب باش يكري لك بلاصة كيما هذه لازم لك تشيبا ولازم لك دراهم ولازم لك باش تكري. نورمالمون الدوله فيها صعوبات باش نخدموا. نورمالمون الدوله تكري ماشي ما تكريش، تكري بري مويا تاع باش تكري لك ب 60 مليون بلاصه الارض برك، تكري لك ب 60 مليون تكري لك ب 70 مليون ما جاياش. سما السيدي يكري ب 60 مليون وحنا يكرينا ب 500 الف المتر بزاف علينا، وخدمه نخدموا ما شاء الله. تاع باش يكرينا ب 520 الف المتر ما جاياش. كيما هذا اللي يعني كاري هنايا ب 10 ملايين بزاف، ومشي من المنظم سما من الدوله. تساعد الدوله، تساعد اللي ينظم الخيمه، تساعدو في الارض هو يساعدنا. تكريلو نورمالمون ديجا ما تكريلوش، انا على حسب رايي ما تكريلو. معنى تجاري هذه حاجه مليحه لنابورت ولايه. احنا ماذا بينا يسهلوا لنا الامور وين نروحوا، يديروا لنا احسن استقبال ويسهلوا لنا سورتو في ليزوتوريزاسيون، ويخصوا لنا سورتو الاماكن. الاماكن يديروا لنا اماكن مخصصه لهذه المعارض. كاين بزاف بلديات اللي ما يقبلوش على المعارض هذوما. اوكي نيدي بالك ما عندهمش اماكن مخصصه، بالك ما الاماكن اللي عندهم ما عندهمش الحوايج اللي لازم باش يكونوا في المعرض. اتحاد التجار الجزائريين بجناحيه لهما رؤية تبدو متقاربة في ملف المعارض الاقتصادية والتجارية، فهناك من قلل من أهميتها والآخر اعتبرها وسيلة للتخلص من السلع المخزنة، كما أنها فرصة للتلاعب بسجلات التجارية وانتشار الرشوة في ظل انعدام الرقابة، سواء كانت على السلع المعروضة أم على الممارسة التجارية. هو في الحقيقة كانت يعني كانوا يديروا المعارض، يعني كانت المعارض فيه مثلا أمر من وزارة التجارة حتى تكون المعارض هذه يعني في السداسي الأول من السنة، ويكون واحد في الثاني يكون في السداسي الثاني للسنة، هذا يعني الترخيص من طرف وزارة التجارة. الآن يعني هذا المصطلح هذا بدلوه بالخيام العملاقة. الآن باش رأينا احنا حول هذه الخيام العملاقة هو فقط ترويج بالنسبة لصاحب الخيمة، يعني صاحب الخيمة فيه ترويج. وبطبيعة الحال المستهلك في حد ذاته عندما يكون معرض أو خيمة، هذه الخيمة العملاقة يتقرب إليها هو نيته، يعني النية نتاع هذا المستهلك هذا وأنه يكون تخفيض ويكون فيه كذا. ولكن رأينا احنا ما كانش تخفيض، يعني الأسعار كي تكون عند المحل التجاري كي تكون في الخيمة نفس الشيء، لأن الأسعار مضبوطة. ما كانش واحد يعني يجيبها من جهة أخرى، واحد يستوردها من دولة أخرى، كلهم يعني يتسوقوا من نفس يعني القناة. ولهذا هذا نشوفه أنا باللي ترويج وتقريب، مثلا احيانا تقريب السلع الى المستهلك وجلب المستهلك، يعني ما كانش حاجه اخرى. الاسعار بالنسبه لينا احنا الاسعار يعني تاع الادوات المدرسيه وكذا راه يعني الان راه مستقره وموجوده بكثره. ولهذا راينا حول الخيام العملاقه هو يعني تقريب يعني رواج تجاري فقط. اللي لاحظوه أن هناك تجاوزات كثيرة اللي راهي تحدث في المعارض، وأيضا أحيانا بعض المعارض منح رخص المعارض راهي فيها كلام وفيها شبهة كثيرة. الدليل على ذلك أن الكثير من طالبي رخص لتنظيم المعارض يقعد عامين 3 سنين ما تمنح له حتى رخصة، في حين أنه أفراد معينين دائما هما أصحاب اللي تمنح لهم الرخص لتنظيم المعارض. الأمر الثاني، هناك قانون يقول أن عدد المعارض في السنة في كل بلدية مرتين، لا يتجاوز مرتين. احنا نشوفوا بعض البلديات تمنح 3 مرات و4 مرات الرخص.
هذا من جهة. الأمر الثاني، هناك بعض المعارض المفروض ما دام معرض تجاري يشارك فيها التجار، نلاحظ أن بعض المعارض تضم من النشيطين فيها وناس لا يحملون سجلات تجارية، ممكن أحيانا تشجع السوق الموازية. هذا اثنين. ثالثا، المعرض كيكون كاين معرض سواء في الجزائر ولا في غيرها، معناه أنه يقدم سلعة بأحسن نوعية وأقل سعر. احنا نشوف أحيانا بعض المعارض تروج فيها سلع مغشوشة أو سلع منتهية الصلاحية. إذا وراه المعرض هنا؟ وراه الرقابة؟ وراه الرقابة نتاع السلطات البلدية اللي تعطلوا الرخصة؟ وراه الرقابة نتاع مصالح التجارة اللي المفروض تراقب كل النشاطات التجارية؟ وكذلك أحيانا أمر آخر هو في قضية الأسعار. تصيب أحيانا بعض المحلات في بلديات ولا في دواوير ولا في دشور ولا عند المساحات الكبرى ولا في السوبرات، تصيب أنها السعر هناك أقل من السعر اللي في المعرض. إذا واش من الفائدة تاع المعرض؟ هذا كامل يخلينا تقريبا نقول أنه لابد من التحقيق في مسألة منح رخص المعارض، لأن بعض المعارض اللي راهي تقول لا أتهم الجميع، وإنما بحثها ممكن راه يجي في إطار غياب شفافية بين المتعامل التجاري اللي نظم معرضه وبين البلدية. هكذا إذن هي حقيقة المعارض. تقول يافطات الداعية إنها فرصة للتسويق المنتوج المحلي يحمل مواصفات منافسة ومناسبة لذوي الدخل المحدود، ما يؤكد أنها واحدة من أساليب التحايل والاستغفال المواطن الذي يبقى دائما هو الضحية.